دلوقتي هنعمل الحمام الكذاب. والحمام الكذاب بيتعمل من وراك الفراخ المخلية من العظم، سايبين عليها الجلد، وسايبين عليها أو فيها القرقوشة الأخيرة بتاعت الدبوس علشان يديني لمحشي شكل الحمامة. أوكي، فده ورك فرخة مخلي من العظم ما عدا القرقوشة الأخيرة بتاعت الدبوس، والجلد موجود عليه. باقي المقادير: بصل مفروم، جزر مفروم، مشروم شرايح، فلفل ألوان مفروم، بسطرمة، كاري وزيت وزبدة، ملح وفلفل، جبنة موتزاريلا وصلصة. أول حاجة هعملها هجهز الحشوة. أنا عاملة نسخة، فهحط من الحشوة وحدات صغيرة علشان بس إيه أوريكوا الفكرة. فآدي زبدة، بصل، جزر، مشروم، فلفل ألوان، ملح، فلفل، كاري، وآدي كده الحشوة بتاعة الحمام الكبدان. تمام. تاني حاجة هنعملها، هجيب صاج أو طبق أو أي حاجة اشتغل عليه، هحط هنا الحشوة دي يدوبك تشويحتين، تدبل بس الخضروات معايا، خلصت ارفعها من على النار. عندي بقى واحدة تانية باردة علشان اعرف احشي بيها، لانها لو سخنة مش هعرف اتحكم فيها. بصوا يا جماعة، انا هنا حطيت ملح وفلفل وكاري، وحطيت عليهم صدور الفراخ عشان اتبلها من الناحيتين اهو، من ناحية الجلد ومن ناحية اللحم اهو، ملح وفلفل وكاري. تمام. الحشوة اللي احنا جهزناها مع بعض وجواها البسطرمة، بس انا البسطرمة بحطها على البارد اهو. دي الحشوة اللي احنا كنا مجهزينها قبل الهوا عشان تبقى باردة واحنا بنحشي عشان ما تضايقناش. تمام. جواها البسطرمة، بس البسطرمة انا مش بحطها على النار، بحطها بعد ما اشيل الحشوة واقوم حاطة البسطرمة. طيب خلاص خلصنا. هقوم واخدة صدر الفرخة، قصدي ورك الفرخة، وهقوم قافلاه كده. بصوا بقى هيديني شكل الحمامة ازاي، عشان كده اسمه الحمام الكذاب اهو. بصوا اهو. ممكن نحط بقى شوية جبنة في واحدة وواحدة. لا انا مش عايزة يعني اجبركم على حاجة، بس طبعا الجبنة بتبقى حلوة قوي في الحشوات دي. وهقفل. شكرا يا هبة، انا كنت ناسية اهو. وهقوم عاملة كده. بصوا بقى شكل الحمام الكذاب عامل ازاي اهو. طيب أميرة هنعمل فيه إيه؟ قدامنا أكتر من حل. ممكن أربطه بالدبارة وأنزله على الزبدة وبعدين أوطي النار وأسيبه يستوي. وممكن أعمل حاجة تانية، أقوم مغلفاه بالبلاستيك راب المخصص للطهي علشان يبقى صحي، وبعدين بلفه بفويل، بنزله في مية سخنة مغلية يدوبك 5 دقايق او لحد ما يستوي براحتكم. يعني ده لحد ما استوى مثلا، ممكن يدوبك 5 دقايق واسويه بعد كده على الطاسة او في الفرن. المهم بلفه بالبلاستيك راب، بلفه بالفويل، بنزله في المية السخنة اسلقه لحد ما يستوي، وبعد كده بجيب طاسة على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. هلف دول معاكم دلوقتي، احط فيها زبدة، كاري، ملح وفلفل، صلصة، وبعدين هقوم منزلة الحمام الكذاب. يا سما تاني اهو، بصوا، ويقوم نازل واخد التشويحة بعد ما اتسلق سلقة كاملة في المية السخنة وهو متغلف بالبلاستيك راب وبالفويل. اللي مش عايز يغلف ببلاستيك راب وفويل يربط بدبارة او بتوث بيك وينزل على الميه اهو. بس عايزه اوريكم الخطوه دي برضو عشان ما يبقاش في حاجه فاتتكم.